حلمت اني سمع صوت بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وصفة، والوصفة دي كانت علاج السرطان. بيبقى في حاجة داخلة في المعجزات من عند، يعني ايه، زي ما احنا بنقول، زي ما انا بتكلم دايما اقول لكم ايه معجزات القرآن ومعجزات احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، او كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله، هنكتشف حاجات جديدة، وهنكتشف حاجة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. عارفين بقى اللي احنا بنقول المعجزات، المعجزات هي دي، في حاجة هتظهر بإذن الرحمن وهتبقى من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهتبهر الكل. والله أعلى وأعلم، يا رب خير إن شاء الله.